السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فورث ملك داود في النبوة والعلم والدين وليس في المال سليمان ابنه، كما قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. نعم العبد أي هو سليمان عليه السلام وهو أواب، فقد آتى الله عز وجل لسيدنا سليمان نعما وآيات عظيمة جدا وكثيرة، فقد تعلم لغة الطيور والحيوانات، كما جعل الله له الريح يأمرها حيث يشاء، كما أن الجن تقوم بخدمته وتطيعه في جميع الأوامر، تبني القصور والتماثيل، كما سخر الله له النحاس حيث يتمكن سيدنا سليمان من تشكيل النحاس لعمل الأسلحة والدروع. قصة سيدنا سليمان وأباه داود وحكمتهم. سيدنا داود عليه السلام كان يذهب بشكل يومي وينظر في القضايا والحوائج الخاصة بالعباد ويحكم بين الناس بالعدل. وفي يوم كان ذاهبا ومعه ابنه سيدنا سليمان، ودخل عليهم رجلان، أحدهما لديه الحديقة والأراضي الزراعية، والآخر لديه قطيع من الغنم يقوم برعايته. فقال الرجل صاحب الأرض: غنم هذا الرجل ينزل في أرضي وتقتلها وتعمل على تلف النباتات وتأكل منها، فلا بد أن تحكم بيننا. عندما سمع سيدنا داود هذا الكلام قام وقال: إن هذا الرجل صادق في جميع ما قاله في حكم أن يأخذ الرجل صاحب الأرض من أغنام هذا الرجل ما يعوضك عن الخسارة التي تمت في الأرض الخاصة به. ولكن سيدنا سليمان رفض هذا الحكم، وكان له حكم آخر. قال سيدنا سليمان أن صاحب الأغنام لا بد أن يأخذ الأرض الزراعية ويقوم بزراعتها حتى ترجع إلى ما كانت عليه من الأشجار، كما أن صاحب الأرض لا بد أن يأخذ الأغنام ويستفيد منها سواء من الصوف واللبن خلال الفترة التي يقوم صاحب الأغنام بزراعة الأرض حتى تكبر أشجار ويعود الحقل كما كان، بأخذ الراعي أغنام ويأخذ صاحب الأرض أرضه. فتعجب سيدنا داود من هذا الحكم وحمد لله كثيرا على أنه حصل على ابن على نبوة وحكمة. أما عن قصة سيدنا سليمان مع الخيل، كان النبي الله سليمان عليه السلام يحب الخيل، وخاصة من الأنواع الأصيلة التي تعتبر أجود أنواع الخيول. وعندما عرض عليها عدد من الخيول حتى يراها ويفحصها، كان عدد هذه الخيول جميعها كبيرا جدا، فانشغل سيدنا سليمان عن ذكر الله كما يقوم كل يوم بالورد اليومي حتى تغرب الشمس. أصابه الحزن الشديد وقام بالاستغفار ربه، وأمر الجند أن يأتي بجميع الخيول، وقام بأخذ سيفه وبدأ يضرب في أعناق الخيل وأرجلها. وقد ذكرت هذه الرواية بطريقة أخرى بأنه كان يمسح بيده على أعناق الخيل وأرجلها ويذكر الخالق عز وجل ويستغفره. سيدنا سليمان والنملة.
كان سيدنا سليمان سائرا بجيشه في يوم من الأيام، ومر بوادي النمل، تسمع نملة تقول لباقي أصحابها أن يدخلوا إلى المساكن الخاصة بهم، خوفا من أن يحطمهم جيش سليمان عليه السلام وهو لا يشعر. كما يذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال الخالق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا آتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. عندما سمع نبي الله عليه السلام هذا الكلام ضحك من قول هذه النملة، وهو كان يعرف منطقة جميع الحيوانات واللغة الخاصة بها، فشكر في الحال الخالق على هذه النعم الكثيرة التي أعطاه له والتي لا تعد ولا تحصى. يجب أن نكون دائما الشاكرين الحامدين المحافظين على نعم الله حتى يجعلنا من الصالحين. أما عن قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد، في يوم من الأيام نزل سيدنا سليمان يتفقد جيشه، فنظر إلى الطيور كعادته، ولكنه وجد أن الهدهد غائب وغير موجود، وأنه تخلف عن الحضور دون أن يطلب من سيدنا سليمان الإذن. بدأ يتوقعه بالتعذيب والذبح لهذا الطائر إذا كان غيابه دون حجج واضحة. وعندما رجع الهدهد ذهب إلى النبي سليمان عليه السلام ووقف على مسافة بعيدة عنه، وبدأ يخبره بما رأى خلال رحلته. قال له: علمت بشيء غاب عنك علمه ولم تصلك بشأنه الأخبار. فأخبره أنه وجد قوما في أرض اليمن تحكمهم امرأة يقال لها بلقيس، لها عرش عظيم، وآتاها الله من أسباب الملك والقوة والسعة في الدنيا. وأخبر الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام أن قوم بلقيس قد زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن الهداية، فوجدهم يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. فلما أنهى الهدهد حديثه قال له النبي سليمان أنه سينظر فيما أخبره به ويتحرى قوله ليعلم إن كان صادقا أم كاذبا، وذلك بأن أرسل الهدهد إلى بلقيس بكتاب منه، ونص الكتاب هو: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وآتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، فألقى الهدهد الكتاب عند بلقيس وهي في قصرها، فجمعت أشراف قومها لتشاورهم بما جاء في الكتاب، فتركوا الأمر لها بين القتال أو سواه، بعد أن بينوا أنهم قوم أصحاب قوة ولهم باع في القتال والحرب. لماذا أحضر النبي سليمان عرش بلقيس؟ بعثت بلقيس إلى النبي سليمان بهدية مع رسلها لتعلم أهو ملك أم نبي. فلما أخبروها كيف رد سليمان عليه السلام الهدية وأن ما عنده خير مما عندهم، تبين لها أنه نبي وليس لهم طاقة بمواجهته، فخرجت بملوك قومها من سبأ إلى سليمان عليه السلام،
وأرسلت إليه أني قادمة إليك لأعرف ما هو أمرك وما تدعون إليه من دينك. فبلغ ذلك سليمان عليه السلام أن بلقيس وقومها سوف يأتوا إليه ويؤمنوا برب العالمين. فسئل الملأ والأشراف من حوله من يقدر على أن يأتي بعرشها إلى مجلسه قبل وصولها إليه، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي تقضي به بين الناس. وكان هذا المجلس مدته من الصبح إلى قبل الظهر، فأراد النبي سليمان أسرع من ذلك، فقال رجل من بني إسرائيل آتاه الله العلم يقال له آصف وكان صديقا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك بصرك، أي أنك إذا أرسلت بصرك إلى شيء فإن العرش يكون بين يديك قبل أن ترد. ترقبوا تتمة قصة سيدنا سليمان في الحلقة القادمة، والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.